سيدي معاك مازال سنه الان متتبعي قناه شوف تبع، مرحبا بكم في هذه المباشره. هذا كنتمنى تكونوا بالف الف خير. احنا في واحد الحاله ديال واحد السيد غيدير حق الرد على واحد الناس اللي اتهموا ولده انه ضرب واحد المسن واحد الضربه اللي خايبه في ظهره. هذا الاب ديالو هو غيعاود لنا القصه وغيعاود لنا التفاصيل وغيعطينا معطيات جديده من الاول حتى الاخر. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. اول حاجه قدم لنا راسك وشنو كتجي للدري اللي متهم؟ انا هو الاب ديال داك الدري اللي مشدود في السجن. متهم باش؟ متهم اللي ضرب داك الراجل اللي قال لك ضرب راجل مسن. انا ما حاضرش لهذا الشيء هذا، ولكن عاودوا لي الناس بانما هذاك الدري ولدي كان كيشرب هو ولده الكاريطه ديال العسه. ما تسابقوا كيهضروا مع بعضياتهم مضاربين، بداو كيضاربوا داك الشيء. قال لك اودي راه شدوه تحاموا عليه هما بثلاثه وباهم حتى هو امهم بشدوا السيد بركو كيضربوا فيه. قالك ضربوه الدار ديالو الدري. انا ما عندي لا مع مشاكل لا والو، جريت على ولدي اللي كيسير بعد مني حيت هذوك الناس خطيرين كيهزوا السيوفه وخايبين راه السمعه ديالهم. سولوا عليهم المنطقه ديال الهراوي الا كانوا هذوك الناس مزيانين. انا حبسي ما كاينش هنايا، انا اللي كنهضر معاهم بسيرتي باه. وجاو عند الوالده حتى هي مسكينه تعداو عليها بالسيوفه. راه الفيديوهات، راه عندنا، راه كلشي مسجل كما هو كيظهر. كيقول لك ولادي راه الله يعمرها دار، راه ناس مزيانين، حنا ما عندنا لا مع مشاكل لا والو. ها هما اختي صوره وصوت، حنا ما كنكذبوش لا حول ولا قوه الا بالله. هو انسان كبير وكيتهم في اختي، تيقول لك راه اختي شنقات عليه وانا كنهدد فيه داخل القاعه وخارج القاعه. واش هاد المحكمه واش ما عندها لا كاميرات؟ ما كاين رجال السلطه اللي غيعتقلونا؟ حنا شكون حنايا باش غادي نديرو حنايا هادشي كامل؟ هاد السيد هذا راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه كيتظاهر بالكذوب وما شادين الدري مسكين ضاربينو محامين عليه وضاربينو بجنويه الدار ديالو قاسمين ليه الدار ديالو. ها هي اختي هاد التصويره. ها هي هانتوما كيف ما كتشوفوا متتبعي قناه شوف تابع. الدري ولدي هذا ضربوا بجنويه، بغيت نعرف هاد الدري هذا شكون اللي ضربو؟ كيفاش تتعتقل هاد الدري هذا؟ علاش يتعتقل؟ ما عرفتش انا علاش يتعتقل هاد الدري هذا. ها هو الدري لاخر الصغير ولدي حرشوا عليه، عندهم كلاف ديال كيتسموا مالينوا دايرين زعما كاين راه في العساق هما راه كيكريسيو كلهم ولادو شفاره. راه حاليا دابا ولدو الصغير كيقلبوا عليه اختي البوليس وراه هربان هو اللي مخبيه. اللي كيقول لي انا ولدك انت مخبيه، حنا ما عندناش اختي مع المشاكل وما عندناش. انا ولدي ما نبغيش ليه هادشي، انا ولدي سيفتي انا جريت عليه. والدري ما فراسه والو وخدا مسكين الدقه وزاد الحاليات. من بعد اتصل بينا قلت له وليدي هذاك السيد اللي كنتي مضارب معاهم راه مقيد بك، وانا اللي ديته قدمته. تيقول لك راه شدات السلطه، راه انا اللي ديت ولدي قدمته. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هاد الناس كرشوا علينا بزاف. ام مسكينة ما نقولش لك، مرا مسكينة كبيرة عندها مع الله والعبادة ما عندها مع شي حاجة. مسكينة خلاوها مسكينة مريضة بالخلعة بداك الشيء كيجيو بالسيوفة ديالهم وبالكلاب ديالهم، وهما جايبين عصابة بالليل. بعصابة بالليل راه هي صورة وصوت اختي، راه ما نكذبوش على هاد الناس هادو. إلا هاد الناس هادو كانوا مزيانين الحبس يعطيو لي أنا في بلاصة الدري ولدي. إلا كانوا هاد الناس زوينين كينوضو هما بثلاثة كيتسلحوا بالسلاح الأبيض من النوع الكبير وكيبركو يخرجوا لعباد الله، ما خلاو حتى شي واحد. وهاد ولدو اللي كيقول هاد الهضرة هادي على الدري ولدي هو بنفسه قاسم لواحد السيد موت دجاج، قاسم ليه الصباع ديالو بسيف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. وهاي أختي ها السيدية هاي شنو الطلب ديالك؟ المعلومات كاملة غتشوفهم صورة وصوت. إلا كانوا هادوك الناس كيقول لك راه حنا ما عندناش مع المشاكل وما عندناش مع الصداع، غتشوفوا كلشي بعينيكم. شنو الطلب ديالك اليوم؟ واش غادي نقول لك؟ أنايا الحمد لله عندي الثقة أنايا في القضاء. إلا ولدو كيكونوا شفار وخدام
انا عندي الثقه في القضاء الحمد لله، وعندي الحمد لله، وعاش الملك وعاش الاسره العلويه. بغيتي حق ولدك يرجع؟ ضروري بغيت حق ولدي يرجع. علاش؟ لحقاش هاد الناس هادو راه لا حول ولا قوه الا لحقاش، حيت حنا مساكن المغاربه كنتعاطفوا مع اي واحد كيبين لنا ديك المسرحيه ديالو، راه داروا لي فعلوا لي، دار لي ولدي فعل لي ترك لي. هادو ملي قال لك حاشاك ضربوا كل سبق وشكع. علاش؟ حيت عند ولدي عنده مسكين صوابع زعما عند الضرب والجرح، وداري لي بحال لي في حاله فرار. ولدي مهربان من والو. ولدي انا بنفسي ديتو للمخزن. حتى واحد ما تشد فيهم. وحتى واحد فيهم ما تشد، خرجوا بصراحة مؤقت. حتى واحد ما تشد. بغيت نعرف انا علاش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الرقم ديال التليفون ديالك. 06 43 06 43 98 65 52. عاودة. 06 43 98 65 52. وكيف ما شفتوا متابعي قناة شوف تي في، فهذا كان هذا هو حق الرد ديال الاب الولد اللي متهم بضرب المسن. السيد قال المعطيات اللي عنده، وكذلك قال رقم الهاتف اللي بغى يتواصل معاه باش ياخذ اكثر التفاصيل، اللي بغى يعاونه، اللي بغى يتدخل في هذه القضيه هذه. فالنمره ديال السيد راه قالها، غنخليه يعاودها باش تقيد. عاودها سيدي النمره ديالك. 06 43 98 65 52. هذا هو الرقم ديال السيد. كنشكركم على تبعكم لهذا المباشر. الى اللقاء.